العصبية من حيث النتائج لها درجات. عندما نحن نقول بأن العصبية لها نتائج وخيمة، هذه النتائج الوخيمة قد تصل إلى حد إلى أن يكفر الإنسان بالإسلام وبالحرب، حارب الإسلام، قد تؤدي أحيانا إلى حروب كما حصل في كثير من التاريخ. كان هناك حروب، نحن نشاهد في الحرب العالمية الثانية المحرك الأساسي كان للحرب العالمية الثانية التي ذهب فيها ملايين، هي الملايين كانت قضية عصبية. عندما تعصب لعرقه أخذ العالم إلى حروب، وكانت النتيجة عشرات الملايين من القتلى. والإسلام نهى عن العصبية، نهى عن الحمية، حمية الجاهلية. نعم أيضا في تعبير آخر، تأخذها العزة بالإثم، بسبب العصبية نعم نعم تأخذها وإذا قيل العزة، له اتق الله اتق الله، أخذته أخذته العزة العزة بالإثم. بالإثم، لاحظه أدت به إلى جهنم. أو يتعصب للونه فيهين شخصا آخر من لون آخر. طيب، أحيانا التعصب يؤدي بالإنسان إلى أن يتفاخر، يؤذي مؤمن، يؤدي إلى أن يقع في خطيئة. طبعا هذه الخطيئة لا تخرجه عن كل الإيمان، ولكن تخرجه عن درجة من درجات الإيمان. قد التعصب أحيانا يؤدي بالإنسان إلى غيبة، إلى نميمة، يؤدي بالإنسان إلى أن يتكلم كلام مثلا هاتك فحش عرض مثلا.